شلون مع الورقة الثالثة في التجربة التركية مع الأستاذ أنور اللي يتفضل مشكورا وتجربة شباب المصياد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة سعيد جدا جدا بحضوري مؤتمر فور شباب العالمي. أخوكم في الله العبد الفقير أنور مصري، أدرس في كلية لندن للاقتصاد في مجال الاقتصاد، سأنهي السنة القادمة إن شاء الله، عضو مجلس إدارة في شباب المصياد، اللجنة الشبابية لجمعية المصياد، ونائب الرئيس نائب رئيس العلاقات الخارجية فيها، وأيضا كون أخي بلال اعتذر عن الحضور في مجال طرح الأسئلة يمكن أن أجاوب عن الأسئلة المتعلقة في شباب حزب العدالة والتنمية، كوني مستشار لقسم العلاقات الخارجية فيها المختص بشؤون الدول العربية. قبل أن أنتقل إلى المصياد وقبل أن أنتقل إلى شباب المصياد، أود أن أتكلم بشكل مختصر عن الاقتصاد العالم الإسلامي ووضع الاقتصاد العالم الإسلامي، ومن ثم أن أتكلم عن تركيا، عن موقع تركيا وعن الاقتصاد التركي، وبالأخص عن الاقتصاد التركي وتطور الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، في السنوات العشر الأخيرة الماضية، ومن ثم أنتقل إلى المصياد. ما هو المصياد؟ وأعتقد أن الكثيرين يسألوا ما هو المصياد وهل هو له علاقة بالمصياد أم لا، هذه أسئلة يعني تطرح كثيرا في المحاضرات والندوات التي نلقيها. سأتكلم عن المصياد وأشرح باختصار عن المصياد، ومن ثم أشرح عن تجربتنا في التغيير في شباب المصياد. نظرة مختصرة عن الاقتصاد العالم الإسلامي. العالم الإسلامي يشكل 22.5% من سكان العالم، بنسبة 1.5 مليار نسمة في العالم. هناك 19 دولة مصدرة للنفط، لكن سنرى في العرض هذا أن هناك فارق كبير جدا بين اقتصاديات الدول المتطورة في العالم الإسلامي والدول الغير المتطورة، فهناك فارق جدا كبير في حجم الاقتصاد. 10 دول فقط تستحوذ على 71% من الناتج الكلي للعالم الإسلامي، فقط 10 دول تستحوذ على 71% من الناتج الكلي، و 74% من هذه الدول من صادرات الدول تستحوذ على صادرات الدول الإسلامية. فهناك فارق كبير جدا بين الدول الفقيرة وبين الدول الغنية في العالم الإسلامي. ومن أهم أهداف تركيا ومن أهم أهداف المصياد والمؤسسات المشابهة للمصياد هو إزالة هذا الفارق في تطوير الدول الفقيرة ولزيادة حجم التجارة البينية الذي سأتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. 22 دولة ضمن دول العالم الإسلامي هي من منخفضة الدخل، 28 دولة المتوسطة الدخل، و7 دول فقط هي من الدخل العالي حسب أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي. 900 مليار دولار حجم الديون الخارجية للعالم الإسلامي حسب أرقام 2008، فهذه أرقام فعلا حقيقية. نرى كيف أن وضع العالم الإسلامي، وضع الاقتصادي للعالم الإسلامي متدهون بالديون الخارجية. 22 دولة من الدول العالم الإسلامي تعتبر مثقلة بالديون، تستحق المساعدة حسب البنك الدولي. هذه أرقام في الحقيقة يعني تسيء للعالم الإسلامي، ونحن حزينين جدا من هذه الأرقام، كون العالم الإسلامي يمتلك قدرات ومصادر وثروات عظيمة جدا، لكن 22 دولة مثقلة بالديون وتستحق المساعدة حسب البنك الدولي. أنا ممكن أطلب مي؟ الله يخليك. العالم الإسلامي يمثل حجم الإنتاج لدول منظمة المؤتمر الإسلامي مقارنة بجميع الإنتاج الدولي لجميع العالم يشكل فقط 7%، بينما نسبة السكان 22.5%، الإنتاج الكلي يشكل فقط 7%، وهذا يدل أننا نستهلك أكثر من ما ننتج. هناك
بلدان كبيرة في العالم الإسلامي كأندونيسيا وماليزيا وتركيا والسعودية تشكل نسبة كبيرة جدا من الناتج الكلي للعالم الإسلامي، فنرى تركيا في المقدمة وأندونيسيا والسعودية وإيران وما إلى ذلك. أنا أعتقد هذا الرقم مهم جدا ليفسر أهمية مؤسسة المسياد وأهمية المؤسسات الموجودة في العالم الإسلامي المهتمة في الاقتصاد، في اقتصاد العالم الإسلامي. التجارة البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي فقط 16%، بينما 84% من التجارة التي يقيمها بلدان العالم الإسلامي لما غير العالم الإسلامي، فقط 16% هي التجارة البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. وننتقل الآن إلى الاقتصاد التركي. كما نرى في الخريطة، تركيا تقع في قلب العالم ووسطها وفي قلب العالم الإسلامي، تربط بين أوروبا وبين آسيا وبين أفريقيا. هذه صورة مأخوذة من الجوجل إيرث. تمتاز بموقع استراتيجي هام كما تحدثت، فعند رسم دائرة قطرها 2000 كيلومتر تقع ضمن هذه الدائرة 22 دولة، فمن السهل جدا لأي مؤسسة تجارية أن تتاجر وأن تصدر وأن تستورد لهؤلاء الدول، فموقعها استراتيجي حساس جدا جدا. تدمج بين الحضارة الشرقية والغربية، وهذا ما يلاحظه الجميع عند زيارة تركيا وعند زيارة إسطنبول. بحمد الله في السنوات الأخيرة كان هناك تطور اقتصادي كبير جدا، وصلت تركيا عالميا في حجم اقتصادها في المرتبة 16، فاليوم تركيا في المرتبة 16 عالميا في حجم الاقتصاد. فكانت الأكبر نموا في السنة الماضية، وأنتم تعلمون السنة الماضية كان هناك أزمة اقتصادية حقيقية في العالم الإسلامي، بينما أوروبا نمت فقط 3%، تركيا بحمد الله نمت أكثر من 9% في ضمن الأزمة الحالية. وسأفسر لماذا نمت 9% بينما الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي تراجع. في عدد السياح، طبعا السياحة تشكل عامل مهم جدا جدا لاقتصاد العالم الإسلامي، فهي في المرتبة 7 عالميا والمرتبة 3 أوروبيا بعد فرنسا وإسبانيا. طبعا تركيا نوعت من سياحتها، فكان الحكومات السابقة والإدارات الاقتصادية السابقة تركز فقط على السياحة البحر والساحل وما إلى ذلك والسياحة الترفيهية. تركيا ركزت في السنوات الأخيرة على سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية والسياحة الدينية وما إلى ذلك، مما أدى أن تركيا وصلت إلى المرتبة 7 عالميا في عدد السياح. في عام 2011 وصلت حجم التجارة الخارجية إلى 376 مليار دولار، بينما كان قبل 9 سنوات فقط 88 مليار دولار. فهناك تضخم كبير جدا في حجم التجارة الخارجية لتركيا مع وصول حزب العدالة والتنمية والقيادة الاقتصادية الجديدة التي حاولت أن تنمي أن تطور علاقاتها مع العالم الإسلامي ومع العالم العربي بزيادة تجارتها مع العالم الإسلامي، فوصل إلى 376 مليار دولار. الآن هناك خطط، وكان هناك خطط عندما وصل حزب العدالة والتنمية، كان هناك خطط مرسومة للاقتصاد، و حزب العدالة والتنمية حاول أن يركز على الاقتصاد بالأساس قبل أن يركز على أي شيء آخر يهم المجتمع. حاول أن يركز على الاقتصاد عن طريق المؤسسات الاقتصادية كالمسياد، وحاول أن يركز على الاقتصاد عن طريق رجال الأعمال لفتحهم لمجالات جديدة ولدول جديدة لتكبير تجارتهم وتوسيع تجارتهم الخارجية. ف 2023 ستكون إن شاء الله السنة التأسيسية، مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، فهناك أهداف مرسومة وبذلت جهد كبير الحكومة التركية بالتعاون مع المسياد في تخطيط لعام 2023 لرسم خارطة 2023 الاقتصادية. فمن أهم الأهداف أن يتجاوز حجم التجارة الخارجية المليار دولار، فوصلت من عام 2002 من 88 مليار دولار إلى 376 مليار دولار في العام الحالي،
وتهدف تركيا أن يكون في عام 2023 أن يتجاوز 100 مليار دولار للتجارة الخارجية. الدخل الفردي عند وصول حزب العدالة والتنمية كان فقط 3500 دولار للشخص، اليوم 13,000 دولار، يتجاوز 13,000 دولار. الهدف لعام 2023 أن يتجاوز 25,000 دولار، وبذلك تكون تركيا بإذن الله تكون قد دخلت بين أكبر من بين أكبر 10 اقتصاد موجود في العالم، بينما الآن هي في المرتبة 16. دور الشباب في تركيا، دور الشباب في الاقتصاد، بعض الأرقام: عدد سكان تركيا 72 مليون، من هم أقل من 30 سنة اللي هم نعتبرهم شباب. في بعض الدول يختلف تفسير الشباب، مثلا في المغرب، كنا في المغرب، هناك تفسير الشباب أو ما يفسرونه بالشباب تحت 45 سنة، لكن في تركيا تحت 30 سنة، وهم يمثلوا 19 مليون من أصل 72 مليون. 160 جامعة تركية تخرج في السنة 500,000 خريج جامعي، ويدرس فيها أكثر من 3 مليون طالب جامعي. الآن ننتقل إلى المسياد وشباب المسياد. كما قلت، أي دولة تحتاج أن تنهض تحتاج إلى مؤسسات تساندها، مؤسسات مجتمع مدني تساند هذا التطوير وتساند هذا النمو. فتعاونت الحكومة التركية مع العديد من المؤسسات، وأهمها المسياد وشباب المسياد، وسأفسر ما هو المسياد وما دور المسياد في ذلك. المسياد وهو اختصار لكلمات جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال والصناعيين المستقلين، فهذا كتفسير لكلمة المسياد. تأسس عام 1990، طبعاً الظروف التي تأسست فيها المسياد لم تكن مشابهة لما هو الوضع الحالي، فهناك كان ضغط كبير جداً لما يسمى بالرأسمال الإسلامي، فكان هناك ضغط كبير ومحاكمات كثيرة لمحاربة الرأسمال الإسلامي وما يسمى كان بالرجعية. فتأسس في ظروف صعبة جداً، وحاول مؤسسين المسياد أن يثبتوا على قرار التأسيس وعلى الاستمرار، فاليوم وصلوا بحيث أن المسياد وشركات المسياد تمثل 15% من الناتج القومي المحلي، 15%. ففكروا معي، أي مؤسسة تمتلك 15% من الناتج القومي لأي بلد سيكون لها تأثير قوي جداً وفعال في التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية لهذا البلد. فهي أكبر مؤسسة أو جمعية تضم رجال الأعمال في تركيا. هناك 15,000 شركة عضو في المسياد، و6,000 عضو للمسياد. أما شباب المسياد، تأسس في عام 2002، وكان الهدف تدريب القيادات المستقبلية وإنشاء جيل جديد من رجال الأعمال الغد وفق القيم الإسلامية والحضارية. اللجنة الشبابية لجمعية المسياد وما يسمى بشباب المسياد بدأ بخمس أشخاص فقط، كانوا أبناء رجال أعمال في المسياد، يملكوا شركات شابة وكانوا رواد أعمال، بادروا لتأسيس شباب المسياد بعد أن أسسوا شركاتهم. كما قلت، بدأ بخمس أشخاص فقط، أما اليوم بحمد الله في 35 فرع في جميع أنحاء تركيا، والمسياد وشباب المسياد يستند قوته من جميع الفروع المتنوعة والمتفرقة في جميع أنحاء تركيا. تركيا كبيرة جداً، الجمعيات الاقتصادية العلمانية كانت تركز فقط على الرأسمال الموجود في اسطنبول، أما المسياد حاول أن يركز على جميع أنحاء تركيا في استقطاب جميع الرجال الأعمال إلى جمعية المسياد وإلى شباب المسياد. بحمد الله كان الهدف في عام 2012 أن يكون هناك 2012 عضو لشباب المسياد، تجاوزنا هذا العدد، وصلنا إلى 2300 في 35 مدينة في أنحاء تركيا. 800 شاب يملكوا شركاتهم، رواد أعمال أسسوا شركاتهم والآن يملكوا شركات. أما 44 444
عضو لشباب المسياد، هم مبادرين لعالم الأعمال، لكن الآن يدرسوا في الجامعات ويطمحوا لأن يدخلوا ويؤسسوا شركاتهم فيتدربوا في شباب المسياد، ونساعدهم ونحاول أن نبحث في مشاريعهم ونبحث ممولين لهم من تركيا ومن العالم الإسلامي لتمويل مشاريعهم وليدخلوا في عالم الأعمال. 350 أو أكثر من 350 هم موظفين إداريين في بنوك وشركات في المسياد وغير المسياد، وأيضاً يطمحوا إلى بالدخول لعالم الأعمال. أهدافنا باختصار كما قلت تدريب الأعضاء وتطويرهم ليصبحوا الجيل الرائد. نتمنى ونطمح أن نكون من أنجح المؤسسات الشبابية الموجودة في العالم الإسلامي، وطبعا الهدف الأساسي أن نكون الجسر الواصل بين العالم الإسلامي وبين تركيا، بين شباب العالم الإسلامي وبين شباب تركيا. فلدينا العديد من نقاط الارتباط في العالم الإسلامي في العالم العربي، وإن شاء الله نتمنى أن تكون فور شباب، منظمة فور شباب، أحد نقاط الارتباط لشباب المسياد. ومع الأخ محمد الأنصاري وأتشكره على الدعوة الكريمة، نحاول أن نكون لنا اتفاقية ننقل تجربة فور شباب ونحاول أن نفيد فور شباب في ذلك. فنحاول أيضا أن نكون الجسر الواصل بين عالم الأعمال والجامعات ومؤسسات العمل المدني الشبابي في العالم الإسلامي. ندعم أعضائنا بشكل فعالي ودوري في نقل تجارب رجال الأعمال البارزين الناجحين في المسياد للشباب المتواجدين في شباب المسياد، ليبدأوا ولينهضوا وليطوروا أعمالهم التجارية ليصبحوا أصحاب شركات كبيرة مؤثرة على الاقتصاد التركي وعلى الاقتصاد الإسلامي إن شاء الله. أكبر في الحقيقة أكبر فعالية تقوم بشباب المسياد وجمعية بالدعم من جمعية المسياد، طبعا شباب المسياد مستقلة استقلالية كاملة في إدارتها وقراراتها عن المسياد، فقط هناك اقتراحات تكون من المسياد لكن هي مستقلة بقراراتها بشكل كامل من المسياد. بحمد الله عقدنا أول مؤتمر دولي لشباب الأعمال وكان الحضور فقط 500 في عام 2007، أما في عام 2009 وصل إلى 1000 من تركيا أو 300 شاب أعمال من خارج تركيا. وبحمد الله في العام الماضي عقدنا المؤتمر الثالث، حضر أكثر من 2000 شاب وشابة أعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي، والعديد من الشباب أسسوا عملهم ومشاريعهم التجارية بعد المؤتمر، وجدنا لهم العديد من المستثمرين من العالم الإسلامي ومن تركيا وانطلقوا بأعمالهم. والآن هناك أخبار سعيدة جدا وسارة جدا أنهم أصبحوا ناجحين جدا في عالم الأعمال. نحاول أن نصنع لهم المجالات ونحاول أن نكبر من طموحاتهم وأهدافهم في دخول عالم الأعمال. هذا كان المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة إسطنبول وبالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، فنحن الآن أصبحنا الممثلين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهناك مؤسسة اسمها ICYEN وهي تجمع جميع المؤسسات الشبابية في العالم الإسلامي، نحن ممثلينها في تركيا وفي أوروبا. والآن إن شاء الله في السنة القادمة سنترأس هذه المؤسسة باسم شباب المسياد. كيف تصبح عضو للمسياد؟ هذه من لشباب المسياد، هذه أسئلة واجهها كثيرا في المحاضرات. في الحقيقة الدستور التركي لا يسمح للمؤسسات التركية أن يكون لها أعضاء أجانب، لكن نحن في المسياد نحاول أن ندعم جميع دول العالم الإسلامي ليؤسسوا مؤسسات مشابهة لشباب المسياد ليجتمعوا في السنة مرة في هذا المؤتمر، وسنحاول أن نعقد المؤتمر سنة في تركيا وسنة في أحد البلدان الإسلامية. نحاول أن يكون هناك مؤسسات مشابهة، بحمد الله تأسس مؤسسة في الجزائر، قريبا في تونس إن شاء الله مؤسسة مشابهة ستؤسس إن شاء الله في السعودية، هناك مؤسسة مشابهة لشباب المسياد تأسست في ألمانيا وفي بريطانيا أيضا للمسلمين الذين يسكنون بريطانيا وألمانيا. نحاول أن يكون هناك يزيد هذا العدد في العالم الإسلامي. فكيف تصبح عضو لمن هو تركي؟ أهم شيء هو التزكية، يجب أن يزكى من قبل عضوين في منتمين لشباب المسياد ليصبح عضوا في شباب المسياد. هذه الهيكلية تنظيمية، هناك مجلس إدارة،
كل عضو في مجلس الإدارة مسؤول عن شعبة أو فرع في جميع أنحاء تركيا أو نقطة من نقاط الارتباط الموجودة في العالم، وأيضاً هناك أقسام مهنية، فأنا أنتسب للعلاقات الخارجية وأيضاً أنتسب لقسم مهني يخص عملي وتجارتي. فكل عضو مسؤول عن قسم مهني في مجلس الإدارة وعن قسم مهني أيضاً. هذه هي الهيكلية الموجودة في شباب المساعد، هذه بعض الفعاليات التي قمنا بها وبعض المؤتمرات التي عقدناها. أشكركم جزيل الشكر. أود أن يكون هناك أسئلة عن شباب المساعد وكيف أن يمكن أن نفيد المؤسسات الشبابية الموجودة في العالم الإسلامي، وكما قلت الأخ بلال اعتذر عن الحضور، فيمكن أن أنيبه في الجواب عن أسئلة شباب حزب العدالة والتنمية. أشكركم جزيل الشكر. نشكر الأستاذ أنور المصري على طرح تجربة حزب العدالة والتنمية أو تجربة شباب المصياد، وأيضاً هو ممكن يجيب على أسئلة إذا كان في أي أسئلة عن شباب حزب العدالة والتنمية، أيضاً ممكن يجيب على هذه الأسئلة. نبدأ بجولة أسئلة مع الأخوات، نبدأ من الأمام ونحن نازلين. في أسئلة؟ خلاص ننتقل حق الشباب. المايك علي، المايك هكا بس لو احد يوجهه اخذوه منه. تفضل ابو المهند. تفضل. شكرا يا استاذنا. موضوع التاهيل السياسي لدى شباب حزب العداله والتنميه، لو تستعرض لنا المنهجيه التاهيليه للشباب. تفضل. بحدود 1,000,000 عضو منتسب لشباب حزب العداله والتنميه في جميع أنحاء تركيا، فهم هيكلية كبيرة جدا بكل معنى الكلمة. حسب ما أذكر هناك 80 نادي جامعي في الجامعات التركية التي تنتسب لتنظيم حزب العدالة والتنمية، وتدار من قبل رئيس الشباب في حزب العدالة والتنمية، فيحاول أن يربوا الشباب وأن يؤهلوا الشباب للسياسة من الجامعة، فينطلق من النادي الجامعي الموجود في الجامعة ويصبح رئيساً للنادي الجامعي، ومن ثم في الاتحاد الطلابي. فهم على ما أعتقد يملكوا 80% أو يرأسوا 80% من النوادي الطلابية في الجامعات التركية، وبحدود 70% من الاتحادات الطلابية الموجودة في الجامعات، فيركزوا بشكل أساسي على العمل الجامعي، ومن ثم بعد أن يكملوا دراستهم الجامعية ينطلقوا ليصبح عضو في حزب العدالة والتنمية أو في شباب حزب العدالة والتنمية. هناك أقسام إدارية ومهنية في حزب العدالة والتنمية، وأيضاً على سبيل المثال الأخ بلال كان من أحد قيادات حزب العدالة والتنمية ومن المقربين لأردوغان، فأصبح عضو في البرلمان وعمره 26 سنة فقط. هناك العديد من البرلمانيين الذين دخلوا عن طريق شباب حزب العدالة والتنمية، وفي مجالس البلدية أكثر من 70% من أعضاء مجالس البلدية هم من شباب حزب العدالة والتنمية، فأغلب المجالس البلدية تدار من قبل شباب حزب العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لك هذا الطرح، وأنا يعجبني حقيقة أن يكون شاب في مثل سنك ويكون في هذا المكان ويتحدث عن تجربة اقتصادية وتجارية وسياسية، حقيقة هذا شيء يثلج الصدر. وعندي سؤالان إذا تكرمت. السؤال الأول أسأل عن المنهج التربوي في حزب العدالة والتنمية، يعني طريقتكم في تربية الأفراد الذين يعني يشاركون معكم، هل فيه برامج تربوية تستهدف يعني تقويم السلوك وتعديل القناعات والفكر؟ السؤال الثاني، سمعتنا عن مشروع السياحة النظيفة في تركيا، أتمنى يعني تعطينا تصور عن هذه السياحة الموجودة في تركيا. الله يبارك فيك. بالنسبة للمنهجية التربوية وهو مشابه لسؤال الأخ، من الصعب أن نقول هناك منهجية تربوية، لأن حزب العدالة والتنمية ليست مؤسسة تربوية في النهاية.
وليس لهم هدف في تربية الشباب ضمن الحزب، فهم يحاولوا كحكومة وكإدارة سياسية أن يكون هناك دعم للمؤسسات التربوية الموجودة على الساحة، كمؤسسات الأستاذ فتح الله جولان ومؤسسات أخرى مشابهة. فالمؤسسات المجتمع المدني هي التي تقوم بتدريب الشباب تربويا، أما شبيبة حزب العدالة والتنمية أو شباب حزب العدالة والتنمية يحاولوا أن يركزوا على الجانب السياسي فقط، وتوعية الشباب في الجامعات وفي المؤسسات على توعيتهم سياسيا لمشاريع حزب العدالة والتنمية ولأهداف حزب العدالة والتنمية. فمثلا الحكومة التركية تدعم شباب المصياد لتوعية شباب الأعمال في مجالهم الاقتصادي وفي مجالهم التجاري. فالمنهجية الموجودة في الحقيقة في تركيا هو أن يختص كل مؤسسة في مجاله وأن يعمل في مجاله. في الحقيقة هناك تنافس كبير جدا بين المؤسسات الموجودة على الساحة، لكن هذه تنافس طيب إن شاء الله ومبارك. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هي عبارة عن السياحة النظيفة، تركيا في السنوات منذ انطلاق الجمهورية التركية ركزت على شيء واحد فقط وهو سياحة البحر فقط. تركيا فعلا تملك سواحل نادرة جدا في البحر الأبيض المتوسط، لكن كان التركيز فقط على سياحة البحر والترفيه. هذه لها سلبياته طبعا من الناحية التربوية، ولها سلبياته على الاقتصاد، لأن تركيا تملك جمال طبيعي غير عادي. تركيا موقعها الاستراتيجي حساس وفي قلب العالم، فيمكن أن تستضيف جميع المؤتمرات، لكن المؤتمرات كان ينظر إليها بطريقة غير إيجابية، خاصة المؤتمرات المعارضة الموجودة في العالم الإسلامي كانت تركيا لا تتمنى أن تكون صاحب البيت لهذه المؤتمرات. لكن اليوم كل المعارضة، أنا كوني من أصل سوري، كل المعارضة السورية الموجودة على الساحة تجتمع في تركيا ويرحب بها في تركيا وتدعم من قبل الحكومة التركية في عقد مؤتمراتها. فحاولت الحكومة أن تنوع من السياحة، ومنها السياحة النظيفة التي تركز على السياح العرب والسياح المسلمين، في سياحة الطبيعة، في سياحة المياه المعدنية، في سياحة المؤتمرات، في السياحة الدينية. مثلا على سبيل المثال في رمضان كان السياحة يقارب بالنهاية، يعني كان من النادر أن تجد سائح أجنبي أو عربي أو مسلم يأتي لتركيا في فترة رمضان، لكن الآن أصبح هناك مفهوم السياحة الدينية، فالسائح من بلدان تركمانستان وأذربيجان ومن العالم العربي أيضا يأتي إلى تركيا ليقضي فترة رمضان في تركيا، في السلطان أحمد، في السليمانية، في المناطق الأثرية الإسلامية الموجودة في إسطنبول. فهذه نبذة بسيطة عن السياحة النظيفة الموجودة في تركيا. نعم، نبدأ أيضا جولة أسئلة إذا ممكن. نعم تفضل، نمشي دور إن شاء الله. شباب حزب العدالة والتنمية أمانة مستقلة في الحزب كما نعرف، هل هم يعني استطاعوا أن يحصلوا على هذا الحق كأمانة مستقلة، أم أنها هبة وعطاء من القيادات المؤسسة للحزب؟ وما طبيعة العلاقة بين الأمانات المختلفة في حزب العدالة والتنمية وطبيعة العلاقة بين أمانة الشباب والقيادة العامة؟ السؤال الثاني. يعطيكم العافية، أخيرا وصل الميكروفون، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. عشان شيء ما بتنساها إن شاء الله طول حياتك. طيب باختصار شديد، إحنا قصة أردوغان يعني اختزلت قصته بالكامل كتغريدة انتشرت بين الشباب، إنه سئل أردوغان كيف وصلتم إلى ما وصلتم إليه، فقال لم أسرق. أنا السؤال الأول إنه هل القصة هذه حقيقية، قصة السؤال والجواب؟ الشيء الآخر، هل هناك مرجع تنصح به كتاب عن حزب العدالة والتنمية؟ احنا شفنا وثائقي كان عن أردوغان في الجزيرة، لكن نريد أن نتعمق في معرفة تجربة حزب العدالة والتنمية، فهل هناك كتاب بالعربية؟ ويعطيك ألف عافية. بالنسبة لموضوع السرقة، حتما هناك مقابلة أو رد سؤال وجواب من قبل أردوغان مشابه لما ذكرته، لأن سياسة حزب العدالة والتنمية في الاقتصاد في الأساس كان القضاء على الفساد. فتركيا في السنوات العشر الماضية كما ذكرت وصل حجم تجارتها الخارجية من 88 مليون إلى أكثر من 350 مليار دولار،
فكيف وصل؟ هل اكتشفوا بترول ولا هل اكتشفوا غاز في تركيا؟ لا، تركيا تعتمد 80-90% من طاقتها على الدول المجاورة، فلم يكتشفوا لا بترول ولا غاز ولا أي شيء ثاني، استخدموا المصادر الموجودة في تركيا أصلا، فقضوا على الفساد. ومن نتائج القضاء على الفساد أن استغلوا المصادر هذه بشكل حقيقي، وصار هناك في تطوير كبير. فلا نكتب أنه فعلا قضوا على السرقة وعلى قضوا على الفساد الإداري اللي كان موجود. بالنسبة لسؤال الأخ عن أمانة حزب العدالة والتنمية الشبابي، في الحقيقة شباب حزب العدالة والتنمية كما في شباب الموسياد منفصلين ومستقلين في قراراتهم بشكل كامل. فرئيس الشباب في حزب العدالة والتنمية يقابل أردوغان بشكل أسبوعي، له اجتماع أسبوعي في أنقرة مع أردوغان يستشيره في بعض الأمور. طبعا أردوغان يرأس بالنهاية الحزب، فالقرارات تأتي من وإلى أردوغان، لكن علاقتهم مع الأمانات الباقية، مثلا مع الأمانات الموجودة في حزب العدالة والتنمية، علاقة قوية جدا، لأنه بعض الشباب المنتسبين لأمانة الشباب أيضا منتسبين لأمانات مختلفة في الحزب، لكن مستقلين بالكامل في قراراتهم. هذا بشكل مختصر. نعم، باسمكم جميعا يعني نشكر الأخ أنور المصري على هذه الورقة، وهو إن شاء الله بيكون موجود معنا في فترة الراحة لأي سؤال، وأيضا ندعو الأستاذ محمد الأنصاري لتكريم الأخ أنور. شكرا.